يا أهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. اسمحوا لنا النهاردة إن شاء الله إن احنا نتكلم عن قاعدة مهمة قوي، وهي عدم جواز تطبيق النص الجنائي بأثر رجعي. عدم جواز تطبيق النص الجنائي بأثر رجعي، ونتكلم عن الاستثناءات اللي ورد عليه، وإن شاء الله في فيديو تاني هنبقى نتكلم عن عدم جواز تطبيق النص المدني بأثر رجعي، أو القواعد المتعلقة بنطاق تطبيق القانون المدني من حيث الزمان. لكن النهاردة خلونا نتكلم في الشق الجنائي أو تطبيق النص الجنائي من حيث الزمان. طيب، الأصل أن القانون مثله مثل الكائن الحي، له بداية وله نهاية، يعني له بيولد في توقيت ويموت في توقيت آخر وينتهي في توقيت آخر. النص الجنائي بينتهي بحالتين، بطريقتين: إما أنه يلغى صراحة، يعني يطلع لك قانون بمسألة معينة بتجريم معين، أو بيطلع لك قانون بنص معين ثم يصدر قانون آخر بإلغائه، أو إعادة تنظيم المسألة. يعني القانون بيلغى صراحة أو ضمنا، صراحة بأنك أنت تطلع نص جديد يلغي النص القديم، أو ضمنا أنك تطلع نص جديد يعيد ترتيب المسألة اللي سبق قانون قديم رتبها. هنا بقى بنقول إعادة تنظيم المسألة السابق منصوص عليها، هنا بقى بنسميها الإلغاء الضمني للنص. الأصل عندي، وده أصل دستوري وارد في جميع التعديلات الدستورية اللي حصلت أو جميع الدساتير اللي مرت على مصر، أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. يعني القانون صدر، وبعد صدوره في مدة لتاريخ نفاذه دخل حيز النفاذ، بعد ما بيدخل حيز النفاذ، الوقائع اللي بتحصل بعد هذا التاريخ هي اللي يعاقب عليها، أما الوقائع اللي حصلت قبل هذا التاريخ لا يعاقب عليها، لا يعاقب عليها. وهناخد الموضوع دوت بالتفصيل، حتى القانون العقوبات نص على ده، يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، وقت ارتكابها. دي المادة 5 من قانون العقوبات. طيب، يبقى عندي أصل مهم قوي 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 اسمه عدم رجعية القانون الأسوأ للمتهم. عدم رجعية القانون الأسوأ للمتهم. افترضنا عندي قانونين، قانون قديم وقانون جديد. قانون قديم انتهى العمل به، قانون جديد صدر من تاريخ جديد واجب العمل به. لو القانون الجديد أسوأ للمتهم، ما يمشيش بأثر رجعي، يمشي بأثر لاحق، يعني عاقب على الوقائع بعد تاريخ القانون. طيب، لو القانون الجديد أصلح للمتهم، يعني متهم ارتكب وقعة في شهر يناير، صدر قانون في شهر فبراير، بعد ارتكاب الواقعة، هو ارتكب الواقعة في يناير، صدر قانون جديد في فبراير أصلح له، أفيد له، أنفعله، أطبق عليه. أنا بحاكمه في مارس، جيت في مارس بحاكمه بقى، أطبق عليه القانون اللي كان موجود وقت ارتكابه للفعل في يناير، ولا أطبق عليه القانون الأفيد له الأصلح له اللي نشأ بعد ارتكاب الإيه؟ الواقعة بتاعته أو الجريمة بتاعته في فبراير؟ لا، أطبق عليه القانون الأصلح بتاع فبراير. ايه ده؟ ازاي؟ يبقى انا برجع بالنص القانوني، النص صدر في فبراير، ارجع بيه على الوقائع اللي حصلت في يناير؟ ينفع اذا كان اصلح للمتهم. بس ما معنى اصلح للمتهم؟ يعني ايه اصلح للمتهم؟ اصلح للمتهم تعني ان اداله ميزة، اداله فايدة، غير له من وصف العقوبة، اسف، من وصف الجريمة. يعني بدل ما هي جناية خليها له جنحة، ده كده أصلح. بدل ما هي جنحة خليها له مخالفة، كده أصلح. بدل ما العقوبة تبقى 10 سنين خليها له 5، ده كده أصلح. بدل العقوبة ما تبقى الحبس خليها له الغرامة، ده كده أصلح للمتهم. أو إنه يزيل ظرف مشدد، يقول لك خلاص بقى مش هعاقب على الظرف المشدد، ده كده أصلح للمتهم. أو يضيف عنصر مخفف، ده كده أصلح للمتهم، عنصر يخفف عليه العقوبة. أو يحط قيد على رفع الدعوة الجنائية، ما أصل في بعض الجرائم ما تتحركش فيها الدعوة الجنائية إلا بشرط الشكوى مثلا،
او بشرط موافقه كذا مثلا، او بشرط الاذن مثلا، تمام؟ فيروح ايه حاطط لك قيد على تحريك الدعوه الجنائيه. انا كمتهم لما ارتكبت الفعل في شهر يناير ما كانش فيه القيد دوت، وانا بتحاكم بعد كده ظهر لي في شهر فبراير اني لا مش هتحرك الدعوه الجنائيه لما تستاذن كذا مجلس كذا، ولا تستاذن الجهه الفلانيه، ولا لازم يقدم شكوى. المتهم بقى يستفيد من الايه، من القيد اللي اتحط على تحريك الدعوه الجنائيه، لان اصلح له. اذا القيد ده ما حصلش، الراجل مش هنعرف نحرك ضده الدعوه الجنائيه، ده يبقى اصلح له، او ان قلنا تخفف له العقوبه. ده مفهوم. طيب افرض ان النص الجديد اللي جه هو ما خففش العقوبه، ولكن عمل حاجه، نزل بالحد الاقصى للعقوبه او بالحد الادنى للعقوبه. ما هو ساعات النص الجنائي يقول لك ايه، يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته عن 7 سنوات ولا تقل عن 5 سنوات، او لا تقل عن 3 سنوات، او لا تقل عن سنه كده. طب افترض ان هو كان النص القديم بيقول لك ايه، لا تقل عن 3 سنوات، او لا تقل عن 5 سنوات، او لا تقل عن 7 سنوات. النص القديم كان بيقول لا تقل عن 7 سنوات، جه النص الجديد قال لك ايه، لا تقل عن 3 سنوات. هو كده نزل بالايه، بالعقوبة. ده يعتبر اصلح للمتهم ولا مش اصلح للمتهم؟ لا اصلح. ليه؟ لان ادى فرصة للقاضي لما يجي يعمل التفريض القضائي، لما يجي ينزل بالعقوبة، حط له السقف بتاعه ووطى له السقف بتاعه، خلاه بدل ما ايه، بدل ما ينزل لغاية 7، لا ده يقدر ينزل لغاية 3. يبقى ده اصلح برضو للمتهم. بس يشترط بقى هنا شرط مهم جدا، شرط ده ورد في المادة 5 من قانون العقوبات. ايه هو؟ ان ما يكونش طلع حكم بات. هو النص قال حكم نهائي بس يقصد بها البات. هو لان سيبك يعني العبره كل تفسيرات النص وكل التطبيقات محكمه النقض والفقه على ان المقصود بها هو الحكم الباتي، يعني هو استعمل لفظ المصطلح الاكسبريشنز بتاع النهايه، ولكنه هو المعنى او المفهوم هو الحكم الباتي. يعني ايه الحكم؟ او انه يكون الدعوه ما صدرش فيها حكم، يعني لا يجوز الطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير عادية. يعني حكم خلاص، إما أنه فاتت مواعيد الطعن بالنقض أو أنه صدر من محكمة النقض. هنا لو الحكم ده بات ما تقدرش تطبق الأصلح للمتهم، مش هرجع بقى، خلاص الراجل بينفذ ومفيش طرق من طرق المحاكمة، خلاص انتهينا. هنا بقى خلاص مش هيستفيد. يبقى عشان ارجع، عشان اقدر ارجع بالعقوق بالنص الجنائي لورا وطبقه باثر رجعي اذا كان اصلح للمتهم، يشترط ان لا يكون قد صدر على هذا المتهم حكما باتا، حكما باتا. لكن لو صدر عليه حكم ولسه بتعمل له استئناف ولا لسه بتعمل له نقض، النقض يطبق النص الايه الجديد، الاستئناف تطبق الايه النص الجديد. أما إذا كان حكم بات والراجل خلاص بينفذ، هنا لا يستفيد، لا يستفيد إلا في حالة واحدة بقى. هنا إيه؟ إذا كان النص الجديد لغى الجريمة من أساسها، ما عنديش جريمة خلاص انتهينا، ما فيش جريمة، هنا اللي في السجن يخرج. حصلت زمان، حصلت سنة أظن 2000 أو 2000 وشوية، لما كان في عندنا نص بيتكلم عن جريمة الترويع والترهيب اللي هي البلطجة بتاع زمان دي، مش النص الجديد لا، وطلع حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص ده، بعدم دستورية النص بتاع جريمة الترويع والتخويف اللي هي البلطجة. كان طلع الحكم بعدم الدستورية لسبب إجرائي، قال لك لأنه نص متعلق بالحقوق والحريات فكان لازم يعرض على مجلس الشورى، وهو أياميها لم يعرض على مجلس الشورى فحصل فيه خلل إجرائي وبالتالي اتحكم بعدم دستوريته. العيال اللي في السجن البلطجية دول خرجوا، خرجوا ليه؟ خرجوا، هم مش عارفين هم خرجوا ليه، هم بينفذوا حكم نهائي بات، خلاص انتهينا. ليه؟ لأن الجريمة ألغي، الجريمة انتهت، ما عادتش موجودة أصلا، تمام؟ فإذا ما ألغي النص وبناء عليه ألغيت الجريمة، ما عادتش موجودة، حتى اللي واخد حكم بات يخرج، حتى اللي واخد حكم بات يستفيد. لكن احنا بنتكلم بقى في تعديل العقوبة او تخفيفها، لازم يشترط فيه انه ما يكونش الحكم ده بات. ايضا يستثنى من هذه المسائل القوانين المؤقتة، ما يمشيش عليها الكلام ده. ايه بقى القوانين المؤقتة؟ بصوا يا جماعة، في فرق ما بين القانون الاستثنائي والمؤقت. القانون الاستثنائي هو القانون اللي بيطلع لمواجهة ظروف استثنائية زي وباء اللي احنا فيه ده، الكورونا والحاجات ديت، او ظروف حرب،
او ظروف مظاهرات او ظروف توترات او طوارئ، او دي بنسميها قوانين استثنائيه طالعه لظرف معين. لكن في بقى حاجه اسمها القوانين المؤقته. ايه بقى القانون المؤقت ده؟ القانون المؤقت ده المشرع بيحط له بدايه ونهايه من تاريخ اصداره، زي قوانين التسعيره الجبريه، يقول لك اه ده من بدايه كذا لتاريخ كذا. زي قوانين التصالح في المباني اللي طلعت جديده دي، يقول لك من بدايه كذا لتاريخ كذا، واخد بالك؟ فهنا بيحدد اطار زمني منذ تاريخ اصدار القانون، بيحدد له اطار زمني، بيحدد له حدود حياته. هو اتولد في تاريخ كذا وهيموت في تاريخ كذا، القانون نشأ في تاريخ كذا وهينتهي في تاريخ كذا، ده بنسميه القانون المؤقت. القانون المؤقت ده بعد ما ينتهي، اذا حصلت وقعة في زمنه، في زمنه يفضل تطبق احكامه على المحاكمات اللي بتحصل على الوقائع اللي حصلت في زمنه، بس المحاكمات اللي بتحصل بعد انقضائه. يعني القانون ده بعد ما يتلغي، اذا كان الغائه فايده للمتهم، المتهم اللي ارتكب الجريمه في ظل القانون المؤقت دوت لا يستفيد من الغاء هذا القانون، او لا يستفيد مش من الغاء القانون بقى، لا يستفيد من نهايه حياه هذا القانون. ليه؟ لان ده هيبقى تلاعب بقى، ما هو ممكن يعطل الدعوه الجنائيه، ولا ان هو يتهرب من الدعوه الجنائيه لغايه مده القانون ما تنتهي، ويقول لك لا القانون انتهى خلاص خلينا نستفيد في حاله عدم وجود. لا يا سيدي، ده كده انت ايه، افسدت العله بتاعه القانون المؤقت، وهي لا تسري على هذه المساله. طيب احنا قلنا لو في قانون قديم انت ارتكبت فيه الجريمه وانتهت الجريمه خلاص، وصدر قانون جديد بينظم المساله فبيقلل شويه او اصلح للمتهم، بطبق القانون الجديد على الوقائع اللي حصلت في ظل القانون القديم الاسوء. طيب افترض ان السلوك الاجرامي حصل في ظل قانون، والنتيجة الإجرامية حصلت في ظل قانون آخر. العبرة بالسلوك ولا بالنتيجة؟ العبرة بالسلوك ولا بالنتيجة؟ العبرة طبعا بالسلوك. يعني في نظريات قالت لك بقى العبرة بالنتيجة، والعبرة بالسلوك لوحده، والعبرة بالنتيجة لوحدها، العبرة بالاثنين مجتمعين. لكن محكمة النقض قالت لك العبرة بالسلوك، تحديد وقت ارتكاب الجريمة في مسألة تحديد النطاق الزمني لتطبيق النص عليها هو العبرة بالسلوك. ده بشكل مجمل مسألة عدم جواز رجعية القوانين الأسوأ للمتهم، وجواز رجعية القوانين الأصلح للمتهم في المسائل الجنائية. إن شاء الله في فيديو تاني هنتكلم في المسألة ديت على الشق المدني، لأن مهمة قوي بقى هنا. الشق المدني بقى فيها تفاصيل، الجناية بسيط شوية وسهل، لكن المدني لا معقدة شوية. ليه؟ لأن فيها التفاصيل بقى، عقد أبرم على في ظل قانون قديم وتنفيذه في ظل قانون جديد، المراكز القانونية اللي استقرت في القانون القديم هيسري عليها ولا مش هيسري عليها، الحكم بعدم الدستورية بتاعت القوانين ديت هيحصل فيها إيه. الكلام ده إن شاء الله هنتكلم فيه في فيديو تاني. أشكركم جدا، أشكر نقابة المحامين الفاضلة والسادة الأفاضل قائمين على المركز الإعلامي، وإن شاء الله يكون أساتذتنا وزمايلنا استفادوا أي شيء من الفيديو دوت. شكرا جزيلا، ونتقابل إن شاء الله في فيديو قادم. شكرا.